اللي كيف سلام الله عليكم كان حد نحن كان حب قال لي نحن فونتي نح تاع السخانه قال لك ما كاينش فونتي كاع. اللي كيف سلام الله عليكم فارس وطوس كان توجور حيكم دائما وابدا مرحبا بكم واي معلومات توجور نحب نشاركها معكم ودلوا على الخير كفاعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. زارنا خونا سي كونت ايام من ولاد جلال يعني مرحبا به ونشكره على الثقه اللي دارها فينا باذن الله. قال لك صاحب السياره خويا وشني قالوا البروبليم تاعك؟ قال لي الطوموبيل تاعك تسخن. فوالا تسخن وراح ما تنوضش الفونتيلو في البريمير في الدوزيام. قالوا لك تنوضش حتى ل 120. فوالا واش قالوا لك بدل؟ قالوا لي بدل روح دوبي شي الرادياتور. واحد قال لي بدل البومبا او، واحد قال لي نح كامل الرادياتور عاود واحد اخرى جديده، واحد قال لي راه الرولي، كل واحد شي يقول لي، واحد قال لي الميموار راه مش تنديكي، والسكانر الاول اش قال لي؟ قال لي عندك المانو مش مليح، راه مش يغرى في السخانه. هاكم تسمعوا لي كيف شوف السيد مسكين طوموبيل واش من سيري 18 ماشي 120 في لايبرك ما شاء الله ليطا تاع الفيكيل يعني ما شاء الله. السيد ديجا راح يبعثوه براسو راح خساره ما عليباليش قداه، رادياتير ما عليباليش قداه، بومباو ما عليباليش قداه، مانو تاع سخانه، كالكيلاتير موتور، هذه الخساره كامله على من؟ على صاحب السياره. يعني هو باه نشوفوا يا صحاب سكانير يا صحاب دياغنوستيك مانيش ننتقد فيكم بصح واش نهي خم مع الكليون تاعك اخويا قبل ما تخسروا. دوك هو راه بدل بومباو نديرها ما عليباليش انا قداه الدين، زاد بدل الرادياتور قاعد عنده نفس المشكل، زاد شرا كالكيلاتور موتور نفس المشكل. وهو ليكيب في لافا ماهوش مشكل مره وماهوش بروبليم. نعرفوا احنا باللي سانديرو هذو والداسيا باللي ما عندهمش ليكوي تاع سخانه، عندهم غير فوايون تشعل برك تاع سخانه، احنا ناكتيفيو لهم لي بار تاع لا تمبيراتير تولي تعرف الفيكيل تاعك اسكو سخنت ولا الفيكيل تاعو تعود ماشي مع لوطوروت باغ اكزومبل لي بار تاعو قطروه تدخل للسيركيلاسيون يفاريو لك اونتر 4 بار اي 3 بار. جابها لنا للورشه يعني نشكرو على الثقه اللي دارها فينا، فيريفينا لوليكيب ما عنده حتى بروبليم اوكان ديفو. تلحق 4 بار لا تمبيراتير 95 ولا 94 تنوض فونتيلاتير بريمير فيتيس، تهبط 3 بار طوموبيل عادي جدا ما فيها حتى بروبليم. يا اخي سكانير ولا اللي راك تفرج في الفيديو ولا نيمبورت كال واحد يتعلم معنا، راهي الفونتيلاتير ما عندناش 3 فيتيس، راه عندنا بريمير فيتيس دوزيام فيتيس. نيمبورت كال فيكيل عندها لي فيتيس تاع لي فونتيلو بريمير فيتيس دوزيام فيتيس. بريمير فيتيس تلحق 94 ديماري فونتيلاتور بريمير فيتيس، تسخن الفيكيل تلحق ل 105 ولا 110 ديماري دوزيام فيتيس تسمعها من الداخل تسمعها. بريمير فيتيس باه تعرفها خويا دير تيست اكسيونير بسكانير اكسيوني رولي دو بتي فيتيس تشعل لك، اذا ما شعلتش اكسيونيت وما شعلتلكش بريمير فيتيس اعرف بلي عندك بروبليم في الريزيستونس. تما اكسيونيتلوش الفونتيلاتور وتقول له عندك مشكل بلي فونتيلاتور تنوض الدوزيام فيتاس وقال لك تسخن 120 ولا قال لك البارب كذي ها يست. ونصيحه خالتي لي بار تاع الداسيا سانديرو البارب ما نحسبوهاش ب 30، كي نعودوا نحسبوا البارب ب 30 راهي تولي لنا 120 اي ماشي 120 كات بار راهم 94 كي نبارطاجيهم راهم يطيحوا لنا البارب ب 22 هكذاك 22 ولا 21 هكذاك. ها الحمد لله يعني الفونتيلاتور تاعو تنوض بريمير دوزيام يعني ما شاء الله. زاد قال لك صاحب السياره دير لي سيبريسيون ديسونت اوغمونتاسيون دو بويسونس، بربي ان شاء الله رانا نعالجوا لها في الفيشي باذن الله. هنا ليكيب راح نديروا له باذن الله عمليه الحذف تاع حساسات الاكسجين، راح نديروا له لا سيبريسيون تاع لي سوند افيك كاتاليزور، نديروا له ان شاء الله اوغمونتاسيون دو بويسونس باذن الله. صاحب السياره يروح ان شاء الله تري ساتيسفي وراضي بالريزلتا باذن الله. نصيحه خالتي صحاب سكانر صحاب الزيليكتريسيان يا خويا ثبت ان شاء الله باذن الله، ثبت من البروبليم تاعك اكزاكت ومن بعد بدل الحاجه اللي تحوس تبدلها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا ليكيب من هذا الفيديو وبارك الله فيكم على حسن المتابعه والاصغاء.